أسامة نجم المباراة النهاردة. هو في اكتر من واحد، بس انا يعني في طبعا ديانج، في معلول، في شريف، شريف. رغم انه شريف اضاع فرص سهله جدا النهارده لكن جاب جون هدف جميل، لكن انا اديها لمعلول لسبب. معلول رغم ان ابتدى الماتش وحش، لكن ايمن تمريراته سحريه للاعيبه النادي الاهلي. يعني الكره السرو باص اللي عمله لحسين الشحات ده اضع الماتش. الجون الثاني في بدايه الشوط الثاني فتح الماتش خالص. أيوة. الكره الرابعه عملها براسه بهدوء جدا، رجعها لأكرم توفيق، هدف فرصه هدف، وعمل اكتر من فرصه هدف لوليد سليمان واكتر من لاعب، فكل تمريراته ودي ارقام طبعا. ديانج برضو هايل النهارده. انا متفق مع علاء برضو. يعني هي بينهم، بس انا اختار معلول. معلول.